أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لجنة تقصي الحقائق من رام الله. ليس هنالك إحصاء دقيق عن عدد المعتقلين من نشطاء فتح وحماس في سجون غزة والضفة الغربية، فحملات الاعتقال بين نشطاء الفصلين متواصلة وتتباين وتيرتها حسب تردي الحالة السياسية بين السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس الفعلية في غزة. لا يقتصر الأمر على ما يطلق عليه بالاعتقال السياسي، بل يتعداه إلى عمليات تعذيب جسدي ونفسي في سجون الضفة وغزة على حد سواء، وهو ما تنفيه كل من حماس وفتح. فما هو الحد بين الواقع والمبالغة في الاعتقال السياسي وتعذيب النشطاء من الجانبين؟ ولماذا التعذيب في شعب عانى ويعاني من الاحتلال؟ هذا ما نبحثه مع لجنتنا لتقصي الحقائق، المكونة من حسام عز الدين الصحفي الفلسطيني، الدكتور موسى دويك المحاضر والأستاذ في جامعة القدس للقانون الدولي، الأستاذ شعوان جبرين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان. بداية نبدأ مع التقرير التالي. تحقيق واعتقال دام لست ساعات سلب الكثير من بلال كوارع بحسب وصفه. بلال البالغ من العمر 22 عاما اعتقلته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس من منزله في خان يونس في مثل هذه الأيام من عام 2007. بلال ينحدر من عائلة تحسب على حركة فتح في غزة، ويعتقد أنه لهذا السبب قتل اثنان من إخوانه من قبل حركة حماس في القطاع، وبعد الاعتقال أطلق الرصاص على ساقيه حتى بترت. بلال أمضى فترات العلاج متنقلا بين المشافي داخل إسرائيل وفي غزة، وانتهى به المطاف هنا في رام الله بعد تنسيق الرئاسة الفلسطينية والتكفل باستكمال علاجه في رام الله. الواحد تغير تقريبا من السماء للأرض. يعني قبل الواحد كان يركن على حاله في كل حاجة، كان يطلع ينزل يروح يجي، أما الحين خلص قعدت عربة، يعني بدي أطلع تقريبا بلا ما أخذ بدي أنزل في الشارع برا، بدي واحد ينزلني الدرجات تدور. ليس عائلة بلال وحدها من تفتقده اليوم، بل جامعة الأقصى في غزة كذلك، سيما وأنه أتم عامه الأول في دراسة إدارة الأعمال على مقاعدها قبل عملية اعتقاله، ولا يزال يصر على استكمال تعليمه لدى عودته لغزة خلال الأسابيع القادمة. حياة جديدة فرضت على بلال بعد تجربته مع الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي. اعتقالات تؤكد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية على استمرارها. فنحو 100 حالة اعتقال على خلفية الانتماء السياسي لا تزال تتواجد في سجون حركة حماس في قطاع غزة، فيما تتواجد نحو 500 حالة اعتقال على ذات الخلفية في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. عزام الفحل أب لطفلتين وصاحب فرن ومطعم صغير، يعيش في بلدة كوبر غربي رام الله، ينتمي لحركة حماس. اعتقلته المخابرات الفلسطينية من منزله قبل عام، واستمر اعتقاله 13 يوما تخلله تحقيق حول انتمائه السياسي وتهمة حيازته للسلاح. أفرجت عنه المخابرات الفلسطينية بعد تعهده بعدم أخذ الأموال أو تجديد نشاطه مع حركة حماس. العزام معروف في كوبر وفي غير كوبر الحمد لله رب العالمين، وهيو موجود يعني لا في معه سلاح ولا في معه طيارات ولا في معه دبو، وإذا بده يبقى معنا سلاح مش راح يكون في وجه السلطة، يعني احنا عدونا موجود. تواصل هذا النوع من الاعتقالات لطالما أكد المراقبون على أنه العقبة الكبرى أمام إنهاء حالة الانقسام الداخلية. من مدينة رام الله إيمان عرقات لبرنامج لجنة تقصي الحقائق. ضيفنا الآن عزام الفحل الذي شاهدناه في هذا التقرير. سيد عزام، ماذا حدث لك قبل عامين باختصار وبإيجاز؟ وصلني يعني باختصار شديد، وصلني بلاغ أنه وصل علينا. وصلت كان المقابلة اللي هي الساعة 12 الظهر، كان في فوضى وكذا، تكسير سيارات وكذا. وصلت تقريبا على واحدة من الساعة واحدة لحد إذا بتقول صلاة العشاء، وأنا في جولة تحقيق يعني متتالية متواصل. بعدين قالوا يا عمي روح استريح. حوالي الساعة 9:30 في الليل استدعيت على التحقيق، أجى علي المحقق بقول لي أنت ليش بكت سب أخواتنا؟ قلت له في لي أخوي في السلطة وفي لي
اولاد عن في السلطه وفي اولاد بلد، يعني ما يمكن، لا يمكن اني اسيء لبنات بلدنا، يعني اذا بديش اسيء لبنات شعبنا مش ممكن اسيء لبنات بلدنا. لو كلش كانت تقول بدي اعمل فيكم زي سمح المدهون، قلت انت يعني بتقول ان انا دوله بجيش بسلطه بقوه تنفيذيه بنفذ، ونادى العسكري، العسكري كلبشني بقول له ارفع حالك، بقول له ليش؟ قال ارفع حالك، قلت له انا برفع شرفاني انت، يعني بجوز شعرت اني طرت، بجوز ارتفعت يعني عن الارض حوالي اكثر من متر، علقت صار يضرب يعني بلا وعي حقيقه يعني، و لشده الضرب قطعت الكلبشات، كلبشات حديده يعني، كلبشه بين الاذين للخلف وكلبشه طولها تبعت القدمين هي مثل الضرب يعني. حتى لما دخلت على زنزانه بعد حوالي جوله استمرت ضرب بجوز ساعه ساعه ونص اذا اكثر، في منهم حوالي 300 عصا على رجلي فلكة، قعدت 8 أيام ما قدرش أوقف، فيعني وكانت جولات تعذيب نفسي وكذا، وكان يعذب الشيخ مجد قدامنا يعني الشيخ مجد البرغوثي رحمه الله. الشيخ مجد الذي مات تحت التعذيب كما تقول بعض مؤسسة حقوق الإنسان. حسين تفضل. سؤالي أخ الزامني، صحيح أن تقول أنت أنهم قالوا يقولون لك بأنك تغلط على خواتهم، وهذا شيء معروف أنه مش صحيح، لكن طب بتفسيرك الشخصي عندما كنت تجلس لنفسك ليش بيعملوا فيك هيك؟ والله يا اخي الحبيب يعني بعرف شو هي يعني، من ضمن الحوار اللي كان بكل رده فعل، فقلنا له يعني رده الفعل بتستمر شهر شهرين ثلاث، تستمر سنه او سنتين او ثلاث سنين يعني. فقال لا انتم سويتوا فينا في غزه، قلت انا شو خاصني في غزه يعني؟ غزه لها وضعها الخاص وظروفها الخاصه واحنا ظروفنا الخاصه في الضفه. وكنتوا انتوا تقولوا لنا يعني هذا حوار بينه وبين المحقق انه انتوا كنتوا تقولوا مش راح نسوي زي غزه. فشو اللي عدم بدا؟ الله اعلم. دكتور موسى دويك. اخ عزام لما استدعيت في اي جهاز انت استدعيت؟ الامن الوقائي؟ المخابرات العامه. المخابرات، لما استدعيت للمخابرات قديش المده اللي قضيتها في مقر المخابرات؟ من 10 شباط 2008 لحد 23 شباط 22 عند استشهاد الشيخ مجد في 22 شباط لحد الان موجود الكلبشات. واضح على ايدك الاثار. اه نعم. يعني هل هذا حديد يعني كان محكم على الايد ما فيش مساحه معينه؟ اي يا اخي الكريم انا معلق لورا يعني، ومعلق في الهواء يعني يا دوب رؤوس اصابعي بس اللي وصل الارض بشكل كوس يعني. الى الان ظهري في عندي وجع في ظهري، احيانا بقدرش ازن 2 كيلو يعني على يعني 24 يعني حوالي شبحت من يوم الخميس او يوم الاربعاء عفوا، يوم الاربعاء شبحت قبل المغرب بساعه الى الساعه 2 الظهر. هل لي ان اطلب منك ان ترينا كيف تم شبحك لو سمحت؟ لو سمحت ان ترينا. كلبشه الخلف اللي هي الكلبشات بين الايدين قصيره، مع كلبشه تقريبا ارتفاعها نص متر هكذا. لمده؟ من قبل المغرب بساعه الى الساعه. كنت مرفوعا عن الارض؟ اه نعم، يعني يا دوب يعني اصابعي موجودات على الارض يعني بشكل اقل يعني هكذا. ضيفنا التالي اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الاجهزه الامنيه الفلسطينيه في مناطق الضفه الغربيه. بدايه سياده اللواء، لماذا انتم تنكرون دائما وجود معتقلين على خلفيه سياسيه في الضفه الغربيه؟ لأن تعريف الاعتقال السياسي واضح، هو من يعتقل بناء على انتمائه أو عقيدته أو أفكاره السياسية. ولدينا تنظيمات سياسية وأحزاب وحركات تعمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ضمنها حماس وقيادة حماس تعمل بفكر وبآراء وبموقف سياسي، ولا أحد يعترض كل من يعمل بالفكر السياسي أو بالحياة السياسية. والدليل أن لا يعتقل كل من هو حماس، وكل قيادة حماس الآن موجودة خارج السجن ولم يعتقل جزء كبير منها. ولو جئنا إحنا لنسأل سؤال، هل من اعتقلوا من تحدث عنهم تقريركم 400 أو 500 أو 600 أو 1000 هؤلاء هم حماس في الضفة الغربية فقط، أم أن حماس في الضفة الغربية أكثر من هذا العدد بكثير بل بآلاف؟ لماذا؟ لكن نعم. لكن من يتم اعتقاله يتم اعتقاله على مخالفة أمنية، مخالفة لها علاقة إما بالسلاح
أو بالأموال وغسيل الأموال وتهريب الأموال، أو بالتحريض على العنف، أو بما يخالف القانون الفلسطيني. هل ممكن معرفة كم من عناصر حماس اعتقلوا لأسباب أمنية؟ أنا باعتقادي إحنا بالاعتقال هناك أناس حماس وهناك أناس من فتح، وهناك من اعتقل من خلفيات سياسية مختلفة ليس فقط حماس. من مس القانون، من تعدى على القانون، من لديه مخالفات قانونية برأينا اعتقلناه على خلفية المس بالقانون وسيادة القانون، وعلى خلفية المس بالقانون سواء القانون الأساس أو قانون القوانين المرعية والمعمول فيها بالضفة الغربية. هذا الموضوع هو الأساس. أما موضوع الفكر السياسي فكلكم يعرف، وكلكم أصدقاء لقادة في حماس موجودين خارج السجن ولم يعتقلوا. القضية ليس لها علاقة بالانتماء أو الشركة. هل جميع المعتقلين بوضوح بأمانة الموجودين الآن، نتحدث في 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 سجون السلطة، هل هؤلاء جميعا مرتكبون لجرائم مخالفة للقانون؟ نعم، أنا برأيي نعم. هناك محاكم في خلاف واختلاف بين مؤسسات قانونية حول مشروعية المحاكم العسكرية والقضاء العسكري في التعاطي مع المدنيين، أوافق على ذلك. هناك خلاف، هناك نقاش، هناك قضايا رفعت على السلطة الوطنية الفلسطينية في محكمة العدل العليا وكسبت وتم كسب قضايا. نحن لسنا ضد ذلك. من له قضية ويعتقد بأنه معتقل على أساس سياسي وفكره السياسي هو الأساس يستطيع أن يقاضينا، يستطيع أن يقاضي المؤسسة الأمنية الفلسطينية. وحدث أن هناك من قاضونا وكسبوا هذه القضايا. سيادتي، وكيف يمكن أن يتم مقاضاة السلطة التنفيذية الشرطة في الوقت الذي أنتم تقومون بالتعذيب داخل سجون السلطة الوطنية الفلسطينية بشهادات الناس على الأقل الذين التقيناهم وشهادات حقوق الإنسان؟ أنا أريد رأي موضوعي، وأعتقد أن مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن عندنا بمعظمها هي موضوعية وقالت كلمتها في هذا الموضوع، وقلنا كلمتنا في هذا الموضوع. نحن حدث لدينا تطور واضح، من لا يريد أن يراه. يعني أنت تنفي التعذيب؟ أنا أنفي أن هناك سياسة تعذيب. طب خلينا هناك خروقات في التعذيب، نتوجه إلى هناك حقوق الإنسان في التعذيب. هناك تجاوزات، إذا سمحت، هناك تجاوزات يحاسب عليها القانون لمن يقوم فيها، وحدث أن حاكمنا ضباطا تجاوزوا هذا القانون. معلوماتنا تقول وموثقة أنه لا يتبع أي إجراءات قانونية حسب القانون، حسب قانون الإجراءات الفلسطيني المعمول به في الأراضي المحتلة. الشيء الآخر، حتى بالمحاكم العسكرية لا يتبع الإجراءات العسكرية أو إجراءات القانون الثوري لعام 79 في هذا الموضوع، ولا يحضر الشخص لا أمام قاضي ولا ينظر، ويمكث أحيانا شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة في زنزانة دون أن يحضر أمام قاضي. هذه معلومات مؤكدة مسؤولين عنها ونحن نتحدث عنها، وبالتالي نقول هذا اعتقال تعسفي، هذا اعتقال تعسفي مطلوق إيد الأمن فيه وجهاز الأمن ورجل الأمن يحدد مصير الإنسان بالتنسيق مع ما يسمى بالقضاء العسكري أو غير القضاء العسكري. أنا لا أنفي ولا أنكر أن هنالك تجاوزات فردية تحصل لدينا وحصلت، لكن هذه التجاوزات في انحصار دائم. والفترة الأخيرة التي قمنا بها بدعوة كل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لزيارة مراكز التوقيف ومراكز التحقيق ومراكز السجون الفلسطينية، ما نسميه نحن مراكز الإصلاح والتأهيل، وفتحناها على مصراعيه، ولقاءات المنظمات المهتمة القانونية بقادة الأمن وبالحكومة وبرئاسة الحكومة في هذا الموضوع للتطوير من أدائنا والاستفادة من التجارب، أنا واثق تماما بأن السيد شعوان يعرف أن ما يتحدث عنه هو في الماضي الغابر وليس الآن. كم ضابط حوسب، وهل المحاسبة تساوت مع حجم الجريمة إذا أقرينا أن هناك كان تعذيب وهناك أشخاص فقدوا حياتهم في هذا الموضوع؟ أنا أقول بأن هناك أكثر من 300 فرد وضابط تم محاسبتهم نتاج خروقات قانونية انضباطية، سواء كانت في قضايا
تتعلق بالتعذيب أو بالتجاوز أو بالحط من الكرامة الإنسانية، ونحن يعني نتلقى تعليمات من القائد الأعلى سيد الرئيس أبو مازن في هذا الموضوع الذي يؤكد دائما لنا وبتعليمات واضحة مكتوبة وشفوية أن كرامة الإنسان أهم من القانون. ضيفنا التالي بلال كوارع الذي تعرض للتعذيب وتم إطلاق النار على قدميه، شاهدناه في التقرير. بلال، حدثنا وباختصار ماذا حدث لك وكيف حدثت هذه ومتى؟ حدثت لي هذه الإعاقة إنه حماس اجتاحت المكان اللي احنا موجودين، عائلتنا بأكملها، خلفية من قبل هيك قتلوا أخوي في جهاز الأمن الوقائي اسمه عطا كوارع، وبعدين دخلوا البيت واخذوني، انخطفت يعني من البيت وطلعونا على موقع لهم وحققوا معاي وضربوا هيك، وبعد 6 ساعات نقلونا على الشارع العام اللي بربط بين خان يونس ورفح، ورمونا هناك وطخونا في رجلي. هل تعرفت على من أطلق عليك النار بشكل شخصي؟ وهل يعني تكمن له شيء في المستقبل، بمعنى أنك يعني ممكن تنتقم في يوم من الأيام؟ لا بعرفهم، ما بعرفهمش. لو بدي انتقم بدي انتقم، يعني اللي شفت حوالي 5000 واحد، أنه بدي انتقم من 5000 مش حقدر. سبناها يعني وكلناها لالله هو ينتقم منها. هل يعني هل قالوا لك شيء معين لا زلت تتذكره؟ شو حكوا لك؟ قال لها مش حكت لك، خلى امك تتحصر عليك. مديش حكت لك، بدي خلى امك تتحصر عليك طول العمر، طول فيك، بدي خليك قبالها، بديش خليك تمشي يعني طول حياتك، بدي خليك قاعد. ماذا تقول له أنت الآن؟ أنا بقول هو بالعكس، يعني هو قال لي بدي أشوفك، يعني قال بالعكس أنا الحين حروح حمشي وحروح وحاجة، والحمد لله. ضيفنا التالي هو إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة. تم تسجيل هذه المقابلة مسبقا معه لعدم استطاعته الحضور إلى الاستوديو وإلى مدينة رام الله للأسباب السياسية المعروفة. بداية، وهو السؤال الأول، هل هنالك بالفعل اعتقالات تعسفية ما زالت تجري لغاية الآن في قطاع غزة؟ نحن نؤكد أنه لا معتقلين سياسيين في قطاع غزة. كل الذين يعتقلوا على خلفيات جنائية أو أمنية حسب القانون والأصول القانونية. إذا كان هناك معتقلين من فتح على خلفيات جنائية كجرائم جنائية أو غيرها، هذا لا يعد اعتقال سياسي. ونحن قلنا سابقا ونقول أننا نتحدى أن يحضر أي شخص اسم واحد فقط اعتقل على خلفية سياسية وهو معتقل على خلفية سياسية. وقد حاولوا سابقا أن يذكروا اسم وخرجنا به إلى الإعلام، وكان أحد تجار المخدرات. لكن هناك تقارير تؤكد بأن هناك تعذيب يجري في السجون الحكومة المقالة في قطاع غزة. يعني حقيقة السجون مفتوحة للجميع، مؤسسات حقوق الإنسان تأتي بشكل دائم، منظمة الصليب الأحمر، وسائل الإعلام تأتي بشكل دائم، وتزور سجن الأنصار وهو السجن الوحيد في قطاع غزة بعد تدمير السجن المركزي في مجمع السرايا. لا تعذيب لدينا آليات نتابع بها عمل الأجهزة الأمنية، لدينا وحدة المراقب العام، لدينا وحدة حقوق الإنسان وكافة حقوق مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة تتابع معنا، ولا يوجد تعذيب في قطاع غزة. ويستطيع أيضا وسائل الإعلام كلها زيارة السجن وتصويره، وبإمكانكم ذلك. كيف يتم الاعتقال حتى لو كان بتهم جنائية كما تتفضل؟ هل من قبل أشخاص يعرفون على أنفسهم وفقا للقانون، أم أشخاص ملثمين ومنكرين ويعني هويتهم مش معروفة لمن يتم اعتقاله؟ يعني بتاتا كما قلنا، يعني من ضمن الإجراءات القانونية هو عدم التلثيم، ولابد من إظهار الهوية، ولابد من إجراءات المتبعة، ويكون هناك مذكرة من النيابة العامة للاعتقال إن كان هناك اعتقال بحق أحد. يوجد لدينا تقارير تشير إلى اعتقال بعض المدنيين على أيدي أشخاص ليسوا مكلفين بإنفاذ القانون، وإنما أشخاص ينتمون إلى القسام.
نحن نؤكد أننا نتبع كافة الإجراءات القانونية. الأجهزة الأمنية تقوم بأخذ كافة الإجراءات القانونية عند الاعتقال، مذكرة من النائب العام. مكتب النيابة العامة والنيابة العامة تقوم بالمتابعة في كل تفاصيل الاعتقالات والاستدعاءات وغيرها. كان هناك تجاوزات سابقا ولكن تم حلها والاتباع كافة الإجراءات اللازمة. لا تعاون ما بين الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية، هذا عمل الأجهزة الأمنية وحدها. لا يمنع تدخل أي فصيل فلسطيني في عمل الأجهزة الأمنية، وكل الأمور التي تتبع القانون المسؤول عنها فقط هي الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الموجودة في قطاع غزة. ضيفنا التالي عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأيضا رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي. بداية سيد عزام، أنتم تتهمون بممارسة التعذيب في مناطق الضفة الغربية ضد أعضاء حركة حماس، كيف ترد؟ يعني أعتقد كلام غير دقيق، اتهامات تاريخيا منذ بدء الانقسام وحتى قبل الانقسام حماس هذا سلاح التشهير تستخدمه، وللأسف ليس فقط حماس، حتى نحن كقوة سياسية في الساحة الفلسطينية والعربية والعالم الثالث عموما سلاحنا دائما هو التشهير. أنا لا أنكر أن أجهزة الأمن تم تسجيل بعض حالات التعذيب فيها وتحقيقها بشكل غير قانوني مرارا وتكرارا، وتم التصدي لها ومعالجتها. ونحن كحركة فتح، كبرلمانية حركة فتح، تاريخيا نقف في مقدمة الذين يتصدوا لمثل هذه الأساليب. سؤالي لحضرتك كبرلماني، إلى أي مدى تعتقد أن غياب المجلس التشريعي طوال هذه الفترة أسهم في رفع نسبة هاي الاعتقالات، على اعتبار أن المجلس التشريعي هو السلطة الرقابية ولم يمارس دوره الرقابي، ما أدى لاستفحال مثل هاي الحالة؟ أنا لا أعتبر المجلس التشريعي غايب، وإنما غيب نتيجة أزمة سياسية. تشخيص الأمور شيء يجب أن يكون دقيق. نحن جزء من الحالة السياسية في الساحة الفلسطينية. عندما حصل الانقسام مسألة طبيعية انعكس على البرلمان وعلى المجلس التشريعي، ورغم ذلك نحن كنا حريصين في كتلة فتح البرلمانية، الكتلة الأكبر اللي في إطار المعارضة في إطار المجلس التشريعي ومحسوبين على السلطة، إذا صح التعبير السلطة في رام الله كما يقال، قبل الانقلاب وفي المجلس التشريعي السابق والحالي، نحن نقف وبكل قوة نتصدى لكل حالات الخروج على القانون، ونحن مستعدون وقمنا يعني هذه حقائق على الأرض بمجابهة أجهزة الأمن، بمجابهة الحكومة، وحتى بالاستعانة بالرئيس باستمرار نكون في المقدمة لتقديم احتجاجات ومحاولة التأكد من والتحقيق في مثل هذه الحالات التي أقر أن هناك بعض الممارسات الخاطئة مورست، ولكننا لعبنا دورا أساسيا في معالجتها ووقفها. هنالك كثير من حالات الانتهاكات والاعتقالات والتعذيب، سواء مستقى ومعظم مستقى من المصادر الفلسطينية وليس الإسرائيلية. لكن السؤال أستاذ عزام، حتى يعني لا نستخدم عبارة غياب أو تغييب، حتى ما قبل الانقسام، ما قبل، أنا حاب فعلا أشوف ما هو دور المجلس التشريعي زي ما تفضل أخوي حسام، بلاش الآن على الأقل في الفترة السابقة. أنا لم أقل أنه لا يوجد، وقلت كنا نتصدى، وأشرت حتى في المجلس التشريعي السابق أن ظاهرة كانت موجودة وأنا بتقديري ستبقى موجودة عندنا وعند غيرنا هنا وفي أرقى الديمقراطيات، وفي أرقى الديمقراطيات. حتى الذين يحاولوا استغلال هذا الموضوع لأغراض سياسية، وأقصد الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تستعين بغواتيناما مركز للتهرب من القانون، لأن هذه غريزة إنسانية موجودة في كل العصور في كل الدول. ما هي الغريزة؟ ما هي الغريزة؟ غريزة استخدام الألم، بعث الألم والابتزاز. بالتالي هذه موجودة عند في الأجهزة. المهم ما دورنا؟ نحن نرفضها، نتصدى لها، نحاسب مرارا وتكرارا
على حسب سؤال الأستاذ استدعينا قادة أجهزة الأمن إلى المجلس التشريعي، شكلنا لجان من المجلس التشريعي، زارت السجون، زارت مراكز الأمن، قامت بتحقيق، التقت مع أهالي من تعرضوا، التقينا مع الذين تعرضوا، كنا نتصدى لها وفق القانون وسنبقى نتصدى لهذا موقف، لأن هذا هو موقفنا الثابت، ولكننا ضد استخدام هذه المسألة لأغراض سياسية. سلطة بدون قانون، وأنت تعلم أن الأجهزة الأمنية عندما تطلق أيديها أظن هذا يعني جوهر الخطر الداهم اللي بيكون على المجتمع وعلى السلطة ذاتها. لا يوجد هناك قانون يطبق على الأجهزة ويراقب تنفيذ القانون وتطبيق القانون ويعتقل الناس بموجب القانون. لا أقول لا يعتقل الناس، يا سيدي اللي عنده مخالفة يعتقل، بس تطبق الإجراءات القانونية، لا يطبق إجراءات قانونية. أنا أتفق معك بشكل عام، وأيضا أنا استمعت إليك في مناسبات سابقة وأكثر من مرة سمعت على لسانك صوت وصورة أنه أنت قمت بتحقيق وقلت أنه في تراجع في الفترة الأخيرة والآن أكدته، وأنا بأكد نفس الكلام اللي أنتم مش بختلف معكم، وأنا بقول حتى الآن أجهزة الأمن لا تلتزم بالكامل بالقانون، ولكن في ظل الملاحقة والمطاردة باستمرار نحاول أن نصل إلى نتائج أفضل. نجحنا ربما كأعضاء مجلس التشريعي بغض النظر أنه في ظل غياب المجلس التشريعي سيستغل ذلك، لأن مبدأ المراقبة أو مضمون المراقبة غير موجود، لأن المراقبة عندما تشخص الخطأ عليك أن تتخذ عقوبات لحق المخطئ، يعني سواء تجاه الحكومة أو تجاه أي شخص من أجهزة الأمن. لا تمتلك بظل غياب المجلس التشريعي مثل هذا السلاح لتستخدمه وتردع فيه الذين يستغفلوا الناس ويتجاهلوا القانون. أخلاقيات الأزمة القائمة ساهمت في تعميق مثل هذه الممارسات الخاطئة اللي هي قضية الانقسام، وبالتالي حتى حماس التي تشكو تمارس أبشع من ما مورس في الضفة الغربية. ضيفنا التالي الدكتور عمر عبد الرازق الذي كان وزيرا للمالية في حكومة حماس السابقة. بداية دكتور، أنتم تتهمون في حركة حماس بأنكم تمارسون التعذيب في قطاع غزة، كيف ترد؟ نحن من حيث المبدأ نرفض أي تعذيب، نرفض أي اعتقال غير قانوني. أسمعنا هذا الصوت للحكومة في غزة، حكومة السيد إسماعيل هنية، وكان هناك تجاوب واضح بوعد مقطوع على لسان رئيس الوزراء ولسان وزير الداخلية السابق رحمه الله وزير الداخلية الحالي بمنع التعذيب. أنا صريح معك، لم نستطع منع الاعتقال غير القانوني حسب شهادات مؤسسات حقوق الإنسان. استطعنا ذلك في نهاية 2008، استطعنا إنهاء الاعتقال السياسي رغبة في إنهاء موضوع الاعتقال السياسي في كلا المنطقتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. تحدثت عن أنك طالبت أو طالبتم حكومة حماس في غزة بوقف الاعتقال أو التعذيب، هل جاءت هذه المطالبة نتيجة معلومات حصلتم عليها بأن هناك نوع من التعذيب، أم هذه المطالبة جاءت نتيجة شكاوى قدمت لكم على أن هناك يتم ممارسة هذا التعذيب في القطاع؟ نحن أولا نعتبر أي اعتقال خارج القانون هو نوع من أنواع التعذيب، وبالتالي إحنا نرفض قضية الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية فصائلية. نحن نقرأ تقارير الإخوة في مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المحلية، وأيضا نقرأ تقارير مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، فراجعنا من هذا الباب، لم تصلنا شكاوى محددة حقيقة، ولكن راجعنا من هذا الباب وأكدنا على أننا نرفض الظلم بكل أشكاله، وكذلك إذا اضطرت الحكومة لاحتجاز شخص ما فلا يجوز أن يعذب أو تهان كرامته. من نهاية 2008 حتى الآن هنالك تعذيب أم لا، وما هي النسبة مقارنة؟ يعني في نهاية 2008 أنهينا الاعتقال السياسي بكامله، يعني تبيضت السجون. للأسف عادة الظاهرة اعتقادي وإن كان بشكل محدود كأعداد، عرضنا على إخواننا في فتح خلال جولات الحوار في رام الله تبييض السجون وإنهاء مشكلة الاعتقال السياسي، معتمدين تعريف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للاعتقال السياسي أو الاعتجاز غير القانوني، ولكن للأسف كان هناك رفض واضح. من جهتي أستطيع أن أؤكد أن هناك كان موافقة من حكومة حماس في غزة
على تبييض السجون حتى أولئك المتهمين بمحاولة قتل وزير رئيس الوزراء. أنا لدي معلومات دكتور عمر. نعم. تفيد بممارسة التعذيب. لا أود أن أتحدث الآن عن الاعتقال السياسي، وسؤالي لا يحملك وزر ما يجري في قطاع غزة، ولكن لمست من الإجابة أنه قد يكون هناك تراجع في ممارسة التعذيب في قطاع غزة، وأنا أركز هنا على التعذيب. لدي كل الأوراق هاي، سأعطيك إياها بعد أن أنتهي، سأعطيك إياها. وأتحدث عن تعذيب بداية شهر، يعني لدي معلومات من شهر 1/2010، شهر 2/2010، وإشي حديث طازة يعني في الموضوع. يمارس جهاز المباحث العامة، ويمارس جهاز الشرطة، ويمارس جهاز الأمن الداخلي، وتمارس القسام، وأحيانا تحضر جزء يعني من القسام يحضر مع هاي القوة، ويمارس تعذيب وضرب واعتداء وكل هاي الأمور في المراكز الرسمية بهذا الاتجاه. أنا يؤسفني هذا الكلام، وسأتابع الموضوع متابعة حثيثة إن شاء الله وصولا إلى إنهاء حالة التعذيب. طب دعني أسألك عن التعذيب الذي تعانوه أنت في، يعني نحن في مناطق الضفة الغربية، أنت نائب في الضفة الغربية، هنالك يعني شهادات استمعنا إليها عن أعضاء من حركة حماس تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، حدثنا عن هذا. التعذيب بكل أشكاله كان ظاهرة وظاهرة منتشرة وأساس في تعامل الأجهزة الأمنية مع معتقلي حماس. حقيقة يعني هناك وجبة من التعذيب الساخن كانوا يسموها ويطلق عليها وجبة الاستقبال، قبل أن يسأل المعتقل عن اسمه. يعني من أي جهاز أمني تتحدث؟ من كل الأجهزة، نتحدث عن الأمن الوقائي، نتحدث عن المخابرات، نتحدث عن الاستخبارات، والاستخبارات كما تعلمون غير مخولة أصلا بالتعامل مع المدنيين أو التعامل مع المعتقلين السياسيين. هل لازالت هاي الوجبات يتم التعامل فيها لغاية اليوم أم أنها خفت؟ المعلومات السارة التي سررنا لأجلها رغم معارضتنا لكل أشكال الاعتقال على خلفية سياسية وفصائلية، أن الموضوع تضاءل بشكل كبير جدا منذ بداية شهر 10 بسبب جهود إخواننا في المؤسسات حقوق الإنسان. لكن هناك أنواع أخرى من التعذيب، هناك أنواع أخرى لم تكن موجودة ظهرت حديثا. هناك مثلا النوم على الأرض في على الماء البارد، تبلل الزنزانة ثم يترك الشخص في الزنزانة دون فرشة ودون غطاء. هناك مثلا التهديد النفسي، العنف النفسي اللي هو بوظيفته، باعتقال زوجته، باعتقال أخته. هناك أيضا لحد الآن أنواع من الشبح ما زالت تمارس، هذا بحق أعضاء حماس في الضفة الغربية. أعضاء ليسوا بالضرورة حماس، هذه المشكلة. يعني كل من هو معتقل سياسي الآن ليس بالضرورة حماس، قد يكون مؤيد، قد يكون عمل في العملية الانتخابية، قد يكون رافق مرشحا أو ساهم في مهرجان. للأسف الشديد هناك الآن ممارسات ضد ناس عبروا عن رأيهم في انتخابات 2006 2005. ضيفنا التالي المحامي ناصر الريس المختص بالقانون والذي يتابع حالات التعذيب والاعتقال التعسفي. بداية، عندما يتوجه أحدهم إلى المحامي لكي يقدم شكوى في موضوع التعذيب، هل ترى بأن القضاء الفلسطيني يعني يساند هذه الظاهرة؟ يعني يساند هذا الشخص الذي يتقدم بالشكوى؟ يعني القضاء لا يساند، القضاء يتعامل مع حقائق. بمعنى عندما يتوجه إلى القضاء وكان لديه الإثباتات والأدلة الكافية على تعرضه لانتهاك وممارسات في مجال التعذيب، القضاء يبدأ بالتعاطي بموضوعية وليس من باب المساندة مع هذه القضية. بمعنى إذا ما كان الإثبات مقنع، هنا القاضي بالنهاية سيصدر حكمه بإدانة الشخص الذي قام بارتكاب هذه الممارسة. من تجربتك؟ يعني القضاء الفلسطيني نستطيع القول بأنه قضاء مستقل في هذه المجالات، يعني رغم وجود بعض التأثيرات، ولكن القضاء أثبت من خلال يعني العديد من القضايا التي رفعت بالانتهاكات المتعلقة بممارسات السلطة الوطنية أنه كان قضاء محايدا ومستقلا وأصدر أحكام على غير رغبة السلطة الوطنية. بتقديرك أن بعد خاصة بعد منتصف 2007، هل من السهل الدخول إلى السجون والتعرف على حقيقة ما يجري داخل السجون من قبل حقوقيين؟ نعم، يعني في البداية يجب أن نفرق بين نوعين. هناك مراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية وتحديدا المخابرات والأمن الوقائي وأيضا الاستخبارات، وهناك السجون التي تسمى مراكز الإصلاح والتأهيل وهي التابعة للمكلفين بإنفاذ القانون.
بالنسبة للسجون يعني لا أتوقع هناك أي مشكلة في زيارة أي مختص أو أي شخص من مؤسسات المجتمع المدني للسجون الفلسطينية، ولكن المشكلة هي مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية، حيث يعني هناك تقريبا في حظر لدخول أي من نشطاء حقوق الإنسان لهذه المراكز، وحتى على المحامين بمعنى المكلفين بالدفاع عن الموقوفين لا يسمح لهم بالدخول بالأوقات الذي يحددون المحامين. يعني هناك تقريبا في منع شبه مطلق أستطيع القول لزيارة مراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للمخابرات والأمن الوقائي. قد تحدث بين الحين والآخر زيارات بروتوكولية، أي زيارات مرتبة مع الجهاز، وهذه لا تعتبر من مفهوم الزيارات. لم نلحظ حالة واحدة أخذت كشكوى حول التعذيب لنرى ولنفحص الجهاز القضائي وكل ما يتعلق بموضوع العدالة. بالنسبة للتعذيب وعدم تقديم شكاوى، بتقديري هناك حالة من الهلع والرعب لدى المواطنين من ممارسات الأجهزة الأمنية، وهناك عدم وعي قانوني بضرورة توجه الضحية إلى الجهات المدنية لرفع شكاوى. الكثير من المسائل حتى على مستوى الجمعيات، يعني عندما بدأنا نحرك المجتمع أصبح هناك نوع من الشجاعة للتوجه إلى القضاء الفلسطيني، وخصوصا بعدما أدرك المواطن أن القضاء قد يصل بالمواطن إلى مرحلة الإنصاف والعدالة. هناك خوف من الأجهزة الأمنية، وهذه بتقديره الحائل الأساسي أمام المواطن والتقدم بشكاوى ضد هذه الأجهزة. أيضا هناك تهديد، وهذا كما وثقناه مثلا على صعيد مؤسسة الحق، قمنا بتوثيق العديد من الحالات بأن الشخص عندما ينتهي معه التحقيق قد يهدد بأنه إذا أفصح عن الممارسات التي تعرض لها أو قدم شكوى ضد من قام بممارسة اعتداء أو تعذيب ضده قد يلاحق ويساءل من الجهاز. ضيفنا التالي الصحفي والكاتب في الضفة الغربية خليل شاهين. سيد خليل، بداية السلطة الرابعة الصحافة، هل تشعر بأن هنالك ضغوط تمارس على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة عندما يتناولون مثل هذه القضايا؟ هناك إشكالية كبرى تتعلق بواقع الإعلام الفلسطيني، خاصة منذ لحظة الانقسام. الإعلام الفلسطيني بات يتعرض لضغوط تستهدف في واقع الحال توظيف وسائل الإعلام كأدوات في الصراع الداخلي، أي بدلا من أن تعمل وسائل الإعلام من أجل تقريب وجهات النظر والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار نظام سياسي موحد، وبالتالي كشف كافة القضايا كالاعتقال السياسي والانتهاكات والحريات العامة بات جزء كبير من هذه الوسائل الإعلامية خاصة الرسمية والحزبية موظفا في إطار الصراع الداخلي. وهذه الحالة بالترافق مع انتهاك الحريات العامة أنشأت ما يمكن تسميته ثقافة الخوف، التي عززت الرقابة الذاتية عند العديد من الصحفيين، حتى وإن كان الهامش المتاح لتناول قضايا الانتهاكات أكثر مما يعتقد الصحفي، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن حالة الخوف التي باتت تلازم العمل الإعلامي الفلسطيني وعمل الإعلاميين الفلسطينيين هي باتت السمة المهيمنة والتي تتحكم في كثير من الأحيان في طبيعة التغطيات الإخبارية. أنت هل تعتقد بأن هناك جانب من التقصير يلقى على الصحفيين أنفسهم وعلى مؤسساتهم الإعلامية؟ هنا السؤال يعيدنا إلى تطور الإعلام الفلسطيني. بتقديري أن هناك بنية مشوهة للإعلام الفلسطيني، وخاصة في ظل التسارع والتنامي لوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، أدت إلى ضعف المؤسسة الإعلامية. بمعنى آخر، نحن لا نشهد مؤسسات إعلامية محلية يوجد فيها إدارات للتحرير تخطط السياسات العامة، ولا يوجد في المقابل أيضا أجسام نقابية قادرة على حماية الصحفيين في ظل تراجع وتخلف حتى بنية المؤسسة النقابية. بهذا المعنى أعتقد أن ظهر الإعلام الفلسطيني عموما كان مكشوفا للتعرض لشتى الضغوط، سواء ضغوط من الاحتلال أو الضغوط الناشئة عن الانقسام الداخلي أو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية أيضا التي تلعب دورا في التأثير على الإعلاميين الفلسطينيين. هل كان ممكن أن يلعب الإعلاميون دورا آخر؟ بالتأكيد كان يمكن أن يلعب الإعلاميون دورا آخر لو تضامن الإعلاميون أولا مع أنفسهم. وأعتقد أن عدم تضامن الإعلاميين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية مع أنفسهم هي التي جعلت عدد من الصحفيين يصبحوا ضحية لحالة الانقسام الداخلي عبر الاعتقالات التي تمت سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولم يلتفت الإعلاميون إلى ضرورة التقاط زمام المبادرة بأيديهم من أجل بناء جسم نقابي قوي قادر على تطوير البيئة القانونية وقادر أيضا على التصدي للانتهاكات التي ترتكب من قبل الأجهزة الأمنية التي تغولت في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أنا سؤالي، هل بمعلوماتك كصحفي هنالك من اعتقل
لرأيه مجرد الرأي، وهل هنالك من مورس ضد التعذيب خلال فترة الاعتقال في مقار الأجهزة الأمنية الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة؟ لحظة الانقسام كانت علامة فارقة على صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين. ما قبل الانقسام كانت هناك انتهاكات وضغوط تمارس على الصحفيين الفلسطينيين، ولكن بتقديري ما بعد الانقسام شهدنا مرحلة جديدة من الضغوط وهي الاعتقال على خلفية الرأي السياسي. الإشكالية الكبرى في هذا المجال أنه رغم وجود قوانين فلسطينية تحرم الاعتقال، وهناك قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يحرم الاعتقال السياسي، وهناك تقارير عديدة من مؤسسات حقوق الإنسان، إلا أن الاعتقال تمت على قاعدة نفي الاعتقال السياسي، وهو أمر صعب مهمة الكثير من الإعلاميين. كما أن انحياز بعض الإعلاميين لصالح هذا الطرف أو ذاك أدى إلى ضعف قدرة الصحفيين على التضامن مع العديد من زملائهم الذين تعرضوا للاعتقال بتقديري على خلفية الاعتقال السياسي، ولكن دون أن يتم تصنيف هذا الاعتقال بوصفه اعتقالا سياسيا بل بوصفه اعتقالا أمنيا. أعتقد أن الحالة الأخيرة المتعلقة بمحاكمة الصحفي طارق أبو زيد وهو مراسل لفضائية الأقصى تجسد هذا الانتهاك الخطير، وخصوصا أنه عرض على محكمة عسكرية رغم أنه مدني. هذا الانتهاك بتقديري تتكرر مع آخرين، ولم يفرج عن بعض الصحفيين الذين صدرت بحقهم قرارات من المحكمة العليا بالإفراج، أي أن الأجهزة الأمنية أدارت ظهرها لمثل هذه القرارات. نعم أنا أعرف بعض الصحفيين الذين تم اعتقالهم وتعرضوا لأشكال من العنف النفسي والجسدي، وقد سمعت ذلك من بعض الأشخاص، رغم أن الأجهزة الأمنية كانت على الدوام تزعم أن الاعتقال لم يتم على خلفية الرأي السياسي. ضيفنا التالي المعالج النفسي خضر الرصرص. بداية سيد خضر، لماذا أو عندما يعني يأتي شخص تعرض للتعذيب كيف تكون حالته النفسية وما هي الإجراءات التي تتبعها أنت؟ ولكن باختصار. طبعا حالته النفسية بتكون غاية في الصعوبة، لأنه مر في تجربة غير إنسانية من الدرجة الأولى. الخطوات اللي احنا بنتبعها في المركز، أول شيء بنقوم بتقييم للحالة أولا وتقديم المساعدة الطبية الأولية إذا لزم الأمر، ثم بننتقل بالتدرج لتقديم الخدمات النفسية الأخرى اللي بتشمل التفريغ النفسي، اللي هو طبعا نعطي فرصة لهذا الإنسان يتحدث بإسهاب عن التجربة اللي مر فيها، عن الآثار النفسية اللي بيعاني منها، وبعدها طبعا بنبدأ بتصميم خطة علاج لمساعدة هذا الإنسان إنه يتعافى. تحديدا في العامين الماضيين، يعني هل ارتفع عدد الحالات التي قدمت إلى المركز لكم للعلاج من تعذيب تحت ادعاء أن هناك تعرضوا لتعذيب لدى سجون السلطة؟ يعني احنا بالدرجة الأولى المركز قائم على أساس تقديم خدماته لضحايا التعذيب الناجم عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. هذا طبعا هو الهدف الأساسي اللي من أجله قام المركز، وفعلا احنا في العامين الأخرين بدأنا نستقبل حالات اللي تعرضوا للتعذيب بأيدي فلسطينية، ولكن هذا العدد إذا كنت بتسألني عن النسبة المئوية هو لا يقارن بحال من الأحوال. أعطينا مثال عن التعذيب الإسرائيلي. أعطينا مثال سيد خضر عن التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. أعطينا مثال. يعني بعض الحالات مثلا تعرض للتعذيب بطريقة ما داخل أماكن الاحتجاز الفلسطينية، واللي أنت بتلاحظه أنه التعذيب بحد ذاته بغض النظر مين الجاني هو يترك آثار نفسية جسيمة على الشخص، لأنه هي ليست فقط شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، وإنما هي اعتداء على الذات، اعتداء على كيان الإنسان نفسه. فتجربة التعذيب إذا ما قورنت مع وسائل أخرى أو طرق أخرى من أو أشكال أخرى من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، غالبا التعذيب بيكون هو اللي له الأثر الأبرز والأكبر. هل لاحظتم نهج أو نمط معين من أشكال التعذيب حتى وإن كان العدد قليل؟ رغم أنه قلت العدد هو تساؤل، هل لأنه الناس بتتوجهش خوفا أو تتوجهش لأنه العدد قليل بشكل عام أو غير سامع بالمركز، رغم أنه الحديث عن مئات والآن صار يعني مع السنوات الأخيرة والتراكم تحكي عن آلاف بالمعنى الداخلي،
فهذا سؤال، ليش بتوجهوش ليش الثاني؟ هل هناك لمستم بالناس اللي عالجتوهم في هناك أنماط مشتركة بين أكثر من مركز ومركز بتم ممارستها، سواء ضغوط نفسية أو ضغوط جسدية على المعتقلين اللي أجوا عندكم؟ يعني جوابي على الشق الأول إنه نعم، في كل الـ يعني الـ الاقتراحات اللي تقدمت فيها، لربما إنه يكون المركز يعني لم يصل أو يعني لكل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، لربما عدد منهم يمارس عليه نوع من الضغوط، فبالتالي لا يجرؤ إنه يفصح عن التجربة بتاعته أو أي أسباب أخرى. ولكن عدد الحالات اللي استقبلناها في المركز لا يقارن بالعدد الحالات اللي بتتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال. استمعنا مشاهدينا إلى إفادات الشهود، الآن لنستمع إلى خلاصة لجنة تقصي الحقائق. بتقديري أن نتيجة ما استمعنا إليه تبدو الصورة كالآتي، أنه رغم نفي حركتي فتح وحماس بأنه لا يوجد هناك اعتقالات سياسية، بالعكس هناك اعتقالات سياسية وهناك تعذيب في داخل السجون وخارجها، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويغلف الطرفان هذه الاعتقالات بالمفهوم الجنائي، ما يستدعي البحث في هذا المفهوم بشكل دقيق. وهناك ضحايا تسقط من نتيجة هذه السياسات عند لدى الطرفين ويدفعون الثمن والبهر. لذلك الأجهزة الأمنية لا تحترم القضاء، وإن احترمت القضاء يتم التحايل عليه بطريقة أو بأخرى، رغم التطور الذي ظهر خلال السنوات أو خلال السنة السابقة، حسب ما أشار المتحدث باسم الأجهزة الأمنية وأكد ذلك الممثل حماس في المجلس التشريعي. غياب السلطة التشريعية كجهة رقابية فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الأجهزة لمواصلة انتهاكها لحقوق الإنسان وممارسة الاعتقال السياسي والتعذيب. وأيضا غياب السلطة الرابعة في التعاطي والعمل على كشف ما يجري داخل السجون أيضا كان عاملا إضافيا لاستفحال ظاهرة الاعتقالات والتعذيب. ويبقى لدينا أن النافذة الوحيدة لمعرفة ما يجري داخل السجون هي المؤسسات الحقوقية، خاصة وأن كافة الأطراف أكدت على استعداديتها للتعامل مع هذه المؤسسات. أستطيع أن أقول أن هنالك اعتقال على خلفية الرأي أيا كان، سواء في غزة أو في الضفة، وهنالك تعذيب، وهذا ليس بجديد. التعذيب وجد منذ البداية ولكن كان أكثر حدة والآن تهذب، لكن بعد إعلان حالة الطوارئ في 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 فلسطين حقيقة ب 14/6/2007 ازدادت الاعتقالات حدة والتجاوزات أيضا. لكن أود أن أشير إلى ملاحظتين إيجابيتين في رأيي فيما يتعلق بالاعتقال على خلفية الرأي. أولا، من تقارير مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وهي محل احترامي وتقديري، أشارت إلى أن هنالك ممن استمعوا إلى شكواهم لم يكن هنالك أي إساءة من القائمين على الاعتقال في مراكز الشرطة، سواء من المحققين أو من الطاقم الإداري. والنقطة الثانية، من اطلاعي على الأسماء التي اعتقلت على خلفية، لم أجد أي أسم لأي سيدة أو أنثى فلسطينية. ما استمعت إليه يعزز ما كان لدي من قناعة أن هناك كان تعذيب واسع على شكل واسع ظاهرة. في غياب المحاسبة والمساءلة هذه الجريمة ستستمر وتتواصل. في غياب قانون يجرم ويطبق هذا القانون ويجرم هذه الممارسة، ستعود مرة أخرى وتطل علينا، سواء بالضفة الغربية، وعندما نتحدث عن إيجابيات هنا أو هناك أو تطور إيجابي ستعود سرعان ما تعود إذا لم يكن هناك قانون يطبق ويحترم. الشيء الآخر، الألم الآخر والذي يدفع بالأمور بهذا الاتجاه، هو غصب سلطة وصلاحية القضاء المدني من قبل القضاء العسكري، الذي يوفر غطاء لهذه الجريمة والذي يعطي الأجهزة الأمنية يدا مطلقة لممارستها. موضوع القضاء العسكري موضوع يمارس كمان بقطاع غزة. أعود وأقول وأشدد على موضوع المساءلة والمحاسبة، عندما يشعر رجل الأمن والمسؤول بإنفاذ القانون أن القانون سيطبق على عنقه وعلى رقبته، بالتأكيد سيطور من الأساليب وسيحترم القانون، ولكن عندما يشعر أن يديه مطلقتان
سيمارس الجريمة ويعيد ممارستها. ونقطة أخيرة أقول أن موضوع المصالحة عندما يحدث وآمل أن يحدث قريبا وإذا حدث أن يأخذ بعين الاعتبار أن من ارتكب جريمة يجب أن لا يكافأ في مناصب قيادية ومسؤولة، بل يجب أن يلاحق ويتابع ويحاكم كمجرم في هذا الاتجاه. شكرا لأعضاء لجنتنا ولكم مشاهدينا كل الحق في التوصل إلى الخلاصة التي ترونها مناسبة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر وبرنامج لجنة تقصي الحقائق.